صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. بديت معكم الفيديو اليوم مع الصباح، هذه 8:15 تقريبا، هذا هو الوقت ديالي فاش كنمشي للخدمه. قلت ضروري نبدا معكم الفيديو مع الصباح. كاينه الشميسه، اسمحوا لي، داكشي اش دايره النظار، راكم عارفين مين الله كتفيقوا. غير الصوت ديالي غادي يوريكم العربون. المهم غنبدا معكم اليوم النهار من هاد الساعه هادي. بروغرامي العشيه غادي نمشي، قلت لكم في الفيديو اللي قبل باللي راني مشيت نهار الثلاث، دابا اليوم كنهضر معكم الخميس. غنحاول بعد الفيديو ديال الثلاث غتلقاوه اليوم نيت الخميس ان شاء الله الا كتب باذن الله، غنحطو لكم. وهذا وبغيت نقول لكم باللي مشيت نهار الثلاث خديت تويبات جلابه ما وريتهمش لكم. غادي نحاول اليوم ان شاء الله غادي نمشي ناخذ عاوتاني واحد التويب الى كتب ان شاء الله الوالده ديالي. بغات بحال داك اللون اللي درت في الجلابه اللي كنت بارطاجيت معكم، سمحوا لي مع الشمس جايه فيا، قلت لكم هذاك اللي كنت بارطاجيت معكم في الجلابه اللي كنت لبست في العرس اللي مشيت ليه، داك اللون الموف اللي بغات. تلاقيت ليها واحد ولكن غادي واحد اللون ما عجبنيش ودار معايا اليوم ان شاء الله. غادي يجيبهم، غادي نمشي نشوف على الله الا لقيتو. المهم تفكرت راني نصورو لكم لان البلاصه فين جا هو نورمالمون ممنوع ستاسيونمون فيها. انا شنو كندير؟ كان ما جاني في الطريق في الشارع وما عنديش فين ستاسيوني. لا غنستاسيوني خصني ننزل لتحت نستاسيوني عاد نعاود نرجع عنده. شنو كندير؟ كنوقف حدا كندير ربعه السينيالات حيت حدا المحل ديالو صافي دغيا، يعني ما كنتعطلش عنده. كناخذ التوب كندير معاه ديجا في التليفون، كناخذ التوب وكنخرج دغيا. المهم نحاول اليوم واخا نصور لكم هي من الطوموبيل فين جا حيت باين ما عندكم فين توضروا عليه. عنده صراحه اثمنه مناسبه في ان كان. هذا ماشي اشهار بطبيعه الحال، هو ما عرفني كاع واش دايره اليوتيوب ولا عندي شي علاقه بلي ريزو سوسيو، غير عارفين فيما كنشوف دي بون بلون راني كنبارطاجيهم معكم. المهم هذا مكان وغادي نحاول ان شاء الله. درت بروغرام الى قدرت انني نبقى عليه غادي نبقى الثلاث والخميس نمشي ندير لا مارش وسورتو حدا البحر في العشيه. ولكن باش ما نبقاش نعكز شنو قلت نجي للدار نقضي شغالي، نوجد الكوتي للبنات، نوجد داكشي اللي غادي ندير الغد ليه في الغدا. عاد ديك الساعه نمشي حتى لجويديك 8 باش نيت ما تكونش شميسه، عاد نمشي ندير السبور. غير واحد السويعه ديال لا مارش يجي الانسان يدوش ديك غير يصلي عشاته وينعس. هذا هو البروغرام. لان شنو كنت كندير؟ كنت غير كنخرج من الخدمه كنمشي كندير سبور. اول حاجه كنمشي في الشموشات، الشمس كتكون قاصحه واخا الكاسكيت وهذا شويه كضر في الراس، زيد عليها كنجي عيانه وتابعني عرفتو تابعني الشغال وهذا. وكنكون انا كندير السبور وكنقول خصني ندير هادي خصني ندير هادي، يعني بالك ما كيكونش مرتاح. داكشي علاش قلت نجي نقضي شغالي كاملين، وهاديك احسن حاجه يعني الواحد غير يتحرك شويه يدوش وينعس. المهم غنقول لكم الا كنتو كتشوفوا هاد الفيديو صباحكم مبروك، نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نخرج في الخدمه تدوزوا معايا نهاري. بون بنات انا دخلت جيت للدار، ما تجيبش عليا تصح لي الكحل على حساب توضيت في الخدمه الظهر، داكشي علاش صح لي الكحل. المهم حالتي حاله، الدار ما نعاودش ليكم. تخلعوا تخلعوا. الغدا هو فين تغداو البنات؟ فين بقى الروينه؟ راها هي تما. الصباح كنت كنطيب الغدا، نقلب الكاميرا ونهضر معكم انتوما كيف ما قلت لكم. الصباح كنطيب الغدا، سالات لي البوطه جاب الله، درت لهم غير الطاجين صافي خليته حتى راجلي احتاج اكمل. المهم عندي الروينه في الدار صراحه، والله الا الدار مرونه غنضرب عليها بواحد الجمعه. دابا الكوزينه ها هي، خدمت الصباح لا فيسيل هذاك الشيء الاخر اللي رونت، راه ما تنحملش نجلس حتى الصباح ونجي للغدا حيت هكا كتبقى الروينه مورايا، اللهم نديرو في الليل. المهم هذوك السطوله وداك الشيء حيت صباح حكيت الدوش صافي، جبت دوك الشباكي تما الشطابه بقات تما، خصني هكا نجمع الدار دابا. المهم خلاص وصافي، درت واحد الصبينه صبنت الزرابي ديال الكوزينه الصباح. المهم ها هي الروينه ديال الصباح، هي فين بقات؟
دابا غادي ندوز، غادي نجمع كلشي. هذاك البنات راه ماشي وسخ، غير الكولا ديال ديك اللعيبه اللي كانت لاصقه تحت هادي، كنت حيدتها وجيت ردها، بانت لي عوجه. ملي جيت ردها صافي ما شداتش، خصني دابا ندي لها كولا سبيسيال، ما عنديش حتى نجيبها. المهم هذا هو الواقع، كنبارطاجي معكم البنات داكشي اللي كاين، باش ما تقولوش غير نتوما اللي عندكم الروينه، وما تقولوش غير نتوما اللي سميتو. نورمالمون البنات فاش كيتغداو راهم تيطرفو. هادي غير جبتها معايا، شي حليوه جبتهم معايا، قلت لكم كيطرفو، ولكن بحكم انني ما كملش الغدا في الطياب، فاش جا راجلي يلاه ردو يلاه، راه قالها لي نيت في التليفون، صافي كلاو حكو سنانهم وخرجوا تيجريو، ولا كل ما بقاش الوقت حتى فين يطرفو شي حاجه. ايوا المهم هذا ما كان، غادي ندوز غادي نجمع. المهم دوزو معايا نهاري، قديت نمشي للسبور وهداك ما قديتش وهداك. المهم دوك الاعذار الخاويه، غنحاول نمشي ضروري ان شاء الله. طرفت شويه الدار وجدت هنايا البنات الكوتي، صراحه ما درتش ليهم شي حاجه، حطيت شي البازيك، الزيت، العسل، الفرماج، الشوكولا، هاد الحليوات هادو اللي كانت جابت لي انا جدتي لي، حطيت لهم واحد شويه ياكلو حليبه. انا بناتي بحالي بحالهم كنشربوا غير حليب خضار. هنايا كيك، دات شويه اللي بقى ليا من الكيك اللي درت معكم. وهنايا هذا مسمن ملوي كناخدو عند واحد التازيه كاينه حدايا زويونين. انا بحال عندكم مسمن الملوي، البطبوط، الحريشات، هذا المسمن الملوي ديما كنعود نجيبهم عندي كونتيتي، كنجيب ديك 10 20 15، كنديرهم في الكونجيلاتور، كيبقاو بحال هكا نهار اللي ما تيكون عندي والو ولا شفتو تنظل نقاد تيلعب بسميتوش. راه بانت ليكم الزربيه الطابي كانت مقاده، جا هو قلبها. هذا هو حالته، ما عمر الطابي انا ما بقاتش كتكون عندي، كاين ناس مقاده. المهم كي قلت لكم حتى جاني شي واحد على غفله ولا كنلقاهم بعدا، كنجبدهم من الكونجيلاتور كنخليهم حتى كيطلقوا، كنسخنهم كيكونوا بحال يلاه طيبتوهم. ايوا صافي المهم غياكلوا البنات، غادي نرصيهم وعاد ديك الساعه غادي نمشي نخرج. بون بنات انا يلاه خرجت، هادي بالضبط 8:40، الشميسه باقا كاينه، داكشي علاش دايره النظر، كاينه الشمس شويه حاره، واليوم بعدا في اكادير، اليوم صباح قبل ضل النهار كامل العجاج، العجاج ديال بصح عرفتي. دخلت لقيت ديك الاعتبال اللي عندي في الشرجم، لقيتها عامره براسي ثاني. المهم ما صورتش ليكم شنو درت ابار الطبله، هي اللي صورت ليكم ديال البوتي، ماشي زعما ماشي صايبت شي حاجه ولا صنعت شي حاجه، داكشي اللي كان عندي في الدار اللي في الكونجيلاتور هذا جبته للبنات وسخنته ليهم فقط. المهم طرفت شويه، حيت ديرونجمون كانوا عندي في الحمام، خصهم يتصبنوا، المهم عندي واحد الروينه في الحمام تنديرو، حيت بعدا غير هادو كيتصبنوا، من بعد الشي الاخر غادي نقادو صافي. حنا غاديين دابا للبحر، يلا غاديين. ايوا هذا مكان، يلا المهم انتوما معنا، الطريق عامره شويه تنوصل ونصور ليكم الا كانت شي حاجه زعما خصها تصور. انتوما البنات دائما كتسولوني على البلاصه فين كنمشي كندير السبور، هذا اللي كيبان لكم على يديكم اليسار هذاك بالي ديبوس. انا جيت من ديك الطواله ديال صنابا كتنزلو تو دغوا ديريكت قدامكم، ما تدور ولا اليمين ولا اليسار، نزل معايا هاد التهويده هادي، هنا فين كيبان لكم الطوموبيلات مباركين، هنا فين كنجي كنستاسيوني صافي. هنا كيكون خاوي كي قلت لكم، كتكون فيه اكثريه ديال العائلات ونقي وما تيكونش عامر بزاف. هانتوما نيت دابا راه تيبان لكم ما عامرش بزاف، صافي غنستاسيوني هنايا وغنكملو على رجلينا ان شاء الله. واش كتسمعوني ولا لا؟ هكا في الارض شي هكا جاي بالطويله والكراسه ديالو، ناس لي الناس تيديرو البوتي، ولكن صراحه صراحه الجو ماشي ديال الجلس لتحت، كاين شويه العجاج، ماشي داك العجاج، وانما محرك
داك البرد ومره مره كيطلع معاه ديك الهضره. المهم انتم الجو زوين تبارك الله، واخا هكاك الدنيا ما عامراش القياس. شوفوا واحد المنظر شحال غزال، داك غروب الشمس وداك الشفق الاحمر. دابا زيان الجو، ما بقاش هذاك البرد بزاف وداك العجاج، الدنيا نقيه وخاويه. صافي البنات، مت 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 ساعه ديال المشي، وتقريبا درت واحد والله ما لقيتش، قلت لكم درت واحد 15 دقيقه تقريبا ديال هاد لي ماشي اللي كاينين، كل واحد درت فيها 12 15 سادي بون 45 سادي بون على الحركه. المهم الظلام ما غتشوفونيش، تنمشي نطلع للطوموبيل ونعاودو نهضروا. صافي دخلت طبطه واحد التدويشه من لولو، ما نعاودش ليكم واحد تحطيحه سورتو رجلي، رجلي بزاف مع المشيه كنت كندير لي با كبار. المهم في الفيديو اللي سبق كنت وعدتكم انني ان شاء الله غنبارطاجي معكم واحد مزيل الماكياج سواء للعينين او للوجه الى قن جميع انواع البشره، ولكن كان بان لي الفيديو غيجي طويل وكنت نيت الوقت ما بقاش يلا كنت وجدت شويه الهضره هذا فبقيت بارطاجيتوش معكم. اليوم هذه هي المناسبه غنبارطاجي معكم، كيف ما كتعرفوني دائما تنقول لكم سوا الحمام او لا الدوش ملي كنغسل وجهي ما تنقيسوش نهائيا، علاش؟ حيت عندي لابو تري سونسيبل كنخليه حتى كيبرد شويه، وداكشي اللي درت جلست ارتحيت شويه خليت وجهي تبرد، ودابا عاد غادي نجي باش ندير لاغوتين ديالي قبل ما نمشي نعس. اول حاجه غادي نديرها كي قلت لكم دي ماكيون سهله ليا، غادي نبارطاجي معكم دي ماكيون طبيعي بمواد طبيعيه وكنظن انها موجوده في اي بيت. اول حاجه ما تاخذوا شي قريعه فاش غادي تخدموه، انا غادي ندير هادي ديال فيلوكال، كان عندي فيها لوميسيلر وسلاليه هي اللي غادي نخدم. تقدروا نتوما كي قلت لكم تخدموا باي قرعه عندكم. غادي نجي ناخذ ماورد، بالنسبه للناس اللي توفر عندها ماورد كان احسن، الناس اللي ما بغاوش يديروا تقدروا ديروا الماء عادي، من الاحسن انكم تغليو وتخليوه تيبرد. انا هنايا غادي ندير تقريبا نص ديال القرعه، هو كيف ما كيبان لكم نص درتو ما ورد، وغادي نجي نص الاخر غادي ندير زيت الكوك. عندكم هنايا ثلاثه الزيوت، كنعرفوا ان غير زيت الكوك بوحدو راه هو واحد المزيل ديال المكياج طبيعي وغزال بزاف. انا عندي شويه هاد زيت الكوك ما جاريش مزيان، غير ضربت بالقرعه مزيان وصافي بس كثرته صافي. هنايا ها هو الديماكياج ديالنا، هو غيبان لكم الماء كيتعزل والزيت كيتعزل. كي قلت لكم زيت الكوك كنعرفوا انه مضاد الاكسده ومزيل للمكياج غزال بزاف، تقدروا ديروا زيت الزيتون اولا ديروا زيت اللوز الحلو. هاد ثلاثه الزيوت اللي ممكن انكم تستعملوهم، ودائما اي زيت درتو راه ضروري ما غيتعزل لكم الماء على الزيت، يكفي انكم قبل الاستعمال تخلطوه مزيان بحال هكا باش يندمج لينا داك الزيت مع داك الماء، عاد ديك الساعه تستعملوه. الديماكيون ديالنا ها هو ملي كنخلطوه ما كيبقاش داك الفرق، صافي كنجيو كنخويو شويه في القريعه او في القطينه ديالنا، وغادي نجي غادي نديماكي بها. غادي نبدا بعينيه اللي كتكون فيها الماسكارا، في الاول غير كنحطوه شويه على العين، عاد كنبدا دائما بحال كندير حركه دائريه، وفاش كنبين مسح غير شويه كنجر ديما لتحت
نتوما قلت لكم ما كان ديال الاي شادو لا والو غير الماسكارا والكحل دغيا ما كياخدش معكم وقت بزاف، راه شفتوا كلشي تجربه حيه قدامكم. يعني دائما كنحاول غير نركب صبعي كنحط شويه وكنحاول اراك مع العلم انني ما كثرتش البخودوي، كندير هكا شويه بصبعي الحركات الدائريه وما نوركش حيت كنعرف هاد المنطقه حساسه، وكنجي كندفع لتحت غير بشويه فوالا صافي. غادي نستمر بنفس الطريقه، غادي ندوز على وجهي كامل بنفس البرودوي. صافي البنات غسلت وجهي مزيان بجيل نيتوايون باش كنغسل ولا بروس. من بعد مشيت درت الكمادات عندي ديال تحت العينين، عندي بزاف الانواع كنديرهم بالخيار والبطاطا، المهم بزاف الحوايج مره غنبارطاجي معكم دي زاستوس اللي كندير على حسب تحت عينيا. ومن بعد انا كنقول لكم في الليل ما كندير لا كريم لا سيروم لا والو، كنجي فقط كندير واحد المهم واحد التركيبه حاليا مجربه ديال تحت العينين تنشوف لا عطاتني النتيجه ان شاء الله، وغنبارطاجيها معكم. واحد السيروم كنصايبو ديال الهالات السوداء، يلاه بديتو واحد علين شهر تقريبا، المهم فاش نسالي وغادي نعطيكم الراي ديالي من بعد. وصافي عاد كنجي كنابليكي زبده الشيا، عندي تقريبا راه ولات معتمده عندي كل ليله، صافي كنابليكيها مزيان على وجهي وكن نسالي. هنايا كيسالي الروتين ديالي الليلي، ما كنكثرش لي برودوي على وجهي وما كنكثرش كي قلت لكم الكوماج، انا ما كنديروش جوج مرات في السيمانه، كنديرو مره في السيمانه وغالبا كيكون في البيكاند باش هكا كنعطي كل حاجه حق. صافي الفيديو ديال اليوم هنايا غادي نسالي، غنقول لكم السلام عليكم، خليت لكم واحد البنت، نلقاو ان شاء الله فيديو اخر.